والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبعث في النفس الحياة ويعيد لها الأمل، وذلك أن من يقرأ سيرة سيد المرسلين يقرأ الدعوة إلى الحق والصبر فيها ولها، ويقرأ الحلم والأخلاق المتميزة والعبادة الكاملة والبذلة والجهاد. إنه يقرأ الحياة كلها، يقرأ الحياة التي يجب أن يعيشها المسلم. وسنحاول من خلال هذه الدروس التعرف على حياة سيدنا وإمامنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وفهر هذا هو قريش، فكل قرشي فهري. وهو صلى الله عليه وسلم مضري، أي يرجع نسبه إلى مضر ثم إلى عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس عبد مناف، كان على المشهور له أربعة من الولد، وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى هاشم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهاشم هذا اسمه عمرو، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز، أي يكثره ويقطعه ويقدمه للحجاج، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج، والثريد هو الخبز مع اللحم. وهو أول كذلك من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. ولذلك قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وكان لهاشم ولدان، أحدهما عبد المطلب والثاني أسد. وعبد المطلب لقب كذلك، واسمه شيبة الحمد، وإنما لقب بعبد المطلب لأنه كان عند أخواله بني النجار في المدينة لما توفي والده، وذلك أن هاشما كان متزوجا من بني النجار من أهل المدينة، وترك ولده شيبة الحمد عند أخواله. ومات هاشم وشيبة الحمد ولده عند أخواله. بعد موته ذهب المطلب أخو هاشم عم شيبة الحمد، ذهب إلى المدينة وأتى بابن أخيه ليكون عند أعمامه. فلما دخل به مكة ظن أهل مكة أنه عبد اشتراه المطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فقال لهم المطلب: لا، إنما هو ابن أخي هاشم. ولكن غلب عليه ذلك اللقب وصار لا يسمى إلا بعبد المطلب. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في زمنه واقعتان لم يغفلهما التاريخ ولا بد من التنبيه عليهما. الأولى حفر زمزم، وذلك أنه كما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى قد امتن على هاجر أم إسماعيل وولدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأن
أوجد لهما زمزم. ثم مرت السنون تلو السنون حتى خفيت معالم زمزم. وقد ذكر أن عبد المطلب كان نائما يوما ما فرأى في المنام أنه يؤمر بحفر زمزم ودل على مكانها في النوم، فقام إلى المكان الذي أمر في المنام بحفره فحفره فوجد الماء، ثم أقام بعد ذلك سقاية الحج. والحادثة الثانية التي تذكر في ذلك الزمان هي مجيء أبرهة الحبشي لهدم الكعبة. وقصة أبرهة كما ذكرها أهل العلم هي كما يلي، وذلك أن أبرهة الحبشي بنى كنيسة عظيمة بصنعاء لم يرى في زمانها مثلها، وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب. يعني يريد أن يضاهي بها مكة. فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من كنانة، فخرج هذا الكناني حتى دخل الكنيسة في وقت لم يره فيه أحد، فجاء وقعد وأحدث في الكنيسة، أحدث أي تبرز داخل هذه الكنيسة. فلما أخبر أبرهة بذلك قال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب وفعل ما فعل. وهنا لا بد من التنبيه على نقطة مهمة. لا شك أن هذا الرجل سمع بمنكر، وهو أن أبرهة أراد أن يصرف حج العرب من مكة إلى هذه الكنيسة، فغضب لأجل هذا الأمر فأنكر ذلك المنكر بأن لطخ الكنيسة بالعذرة، وهذا في مقابله أوجد عند أبرهة غضبا شديدا، وهو أنه عزم بعد ذلك على هدم الكعبة. وهذا الذي نص عليه أهل العلم، وهو أنه لا يجوز إنكار المنكر بإيقاع منكر أعظم منه، بل لا بد أن يكون إنكار المنكر بحيث أن لا يقع بعد ذلك أو على إثره منكر أعظم منه. الشاهد أن أبرهة غضب لهذا الفعل وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار ب60,000 وخرج معه بالفيلة، والعرب لا تعرف الفيلة في ذلك الوقت، فخرج بالفيلة. ويذكر أن رئيس الفيلة فيل يقال له محمود. فلما تجهز وسار سمع العرب بذلك فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم، وذلك أنهم يعظمون البيت الحرام وإن كانوا على الشرك، ولكنهم كانوا يعظمون بيت الله تبارك وتعالى. فلما سمعوا أنه يريد هدم الكعبة عزموا على مقابلته، فكان ممن قابله رجل من أهل اليمن يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من العرب إلى حرب أبرهة، ولكن أبرهة هزم ذا نفر وأصحابه وأسره معه. ثم مر بالطائف فخرج إليه مسعود بن معتب الثقفي، فقال له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، ولكن بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه، فتجاوز عنه.
أي أن أهل ثقيف قالوا له طالما أنك لا تريد اللات أي الصنم التي يعبدونها لا تريد اللات فالأمر إليك، تريد الكعبة اهدم الكعبة طالما أنك لا تريد أن تؤذينا، وإن شئت أرسلنا معك من يدلك على الطريق. فبعثوا معه رجلا يقال له أبو رغال يدله على الطريق، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال أو أبو رغال حتى نزل بالمغمس مكان قريب من مكة، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك. فبعد ذلك رجم العرب قبر أبي رغال، وذلك يرون أن هذا الرجل كان رجل سوء لأنه كان دليلا لأبرهة إلى هدم بيت الله الحرام. ولذلك يقول جرير عن الفرزدق لأنهما دائما كان يتهاجيان وبينهما نفرة، يقول جرير إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي أو أبي رغالي. قال ابن إسحاق فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود على خيل له حتى أتى إلى مكة، فساق إليه أموال سهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنان وهذيل ومن كان بذلك الحرم لقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم لقتال أبرهة، وبعث أبرهة رجلا يقال له حناطة إلى مكة وقال سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم ثم قل له إن الملك يقول إني لم آت لحربكم وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. أبرهة أولا أخذ أموال قريش التي كانت قريبة من مكة، وكان من ضمن هذه الأموال 100 ناقة لعبد المطلب، ثم بعد ذلك أرسل رسولا إلى أهل مكة يقول لهم إني لم آت لقتالكم وإنما جئت لأهدم الكعبة، فإن تركتموني والكعبة هدمتها ورجعت، وإن قاتلتموني ومنعتموني قاتلتكم وقتلت منكم من قتلت. ثم قال لهذا الرجل الذي أرسله وهو حناطة قال له ثم أتني بسيدهم لأراه. فجاء حناطة وكلم قريش قريشا بما قال أبرهة، فخرج معه عبد المطلب لأنه كما قلنا كان سيد قريش في ذلك الزمن. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة احتار أبرهة ماذا يفعل، وذلك أنه أراد أن يكرم عبد المطلب، قال إن أجلسته معي على عرشي كان في هذا منقصة لي، وإن تركته وأنا على العرش كان في ذلك منقصة له. فنزل عن عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض، فأول ما كلمه قال عبد المطلب قال لعبد المطلب ماذا تريد؟ قال لقد أخذتم 200 من الإبل لي، لقد أخذتم 200 من الإبل لي فأعيدوه. فغضب أبرهة وقال لقد ظننتك أكبر من هذا وأعظم من هذا، ثم جئتني تسألني عن إبلك ولا تطلب مني أن أرجع عن البيت وألا أهدمه. فقال عبد المطلب قولة يعني كانت في وقتها حساسة جدا وصارت بعد ذلك مضربا للأمثال. قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني، لهذا البيت لا يمتنع مني. قال أنت وذاك. فقال أبرهة أرد عليه إبله. فلما رجع عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبر وقال لهم اخرجوا من مكة فلا طاقة لكم لقتال أبرهة، فخرجوا إلى الجبال.
ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة الباب باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب: لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ماذا يفعل أبرهة. فلما أصبح أبرهة وتهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه، فلما وجه الفيل إلى مكة برك ولم يمشي معهم، فقالوا: ما منع الفيل؟ قالوا: لا ندري. قال: اضربوه. فضربوا الفيل فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام، وجهوه إلى الشام فقام، وجهوه إلى المشرق فقام، وجهوه إلى مكة برك. ثم بعد ذلك فوجئوا بأن أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الطير الأبابيل، كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. نعم، هكذا أرسل الله تبارك وتعالى الطير الأبابيل ورمت أبرهة ومن معه بحجارة من سجيل، فأهلكهم الله تبارك وتعالى جميعا. وقيل إنه بقي منهم بعضهم حتى يخبروا قومهم بما فعل الله تبارك وتعالى بهم. هذه هي الحادثة الثانية التي كانت في زمن عبد المطلب. ويذكر أن عبد المطلب كان له 10 من الولد، وهم حمزة والعباس، وهذان أسلم رضي الله عنهما، وكان له كذلك من الولد أبو طالب وأبو لهب، وهذان لم يسلما، وعنده من الولد كذلك الحارث والزبير والغيداق والمقوم وصفار وعبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم إذن ينقسمون، أو أولاد عبد المطلب ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم أدرك الإسلام فدخل فيه وهما حمزة والعباس، وقسم أدرك الإسلام ولم يدخل فيه وهما أبو طالب وأبو لهب، وقسم لم يدرك الإسلام وهم بقية أولاد عبد المطلب. وأما عمات النبي صلى الله عليه وسلم فهن 6: البيضاء ويقال لها أم حكيم، وصفية، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة. وعلى المشهور أن عبد المطلب كان قد نذر لئن رزقه الله تبارك وتعالى 10 من الولد ليذبحن أحدهم قربا لله تبارك وتعالى. وذلك يذكر أنه لما حفر زمزم منعته قريش من أخذها له، فلم يكن له ولد يمنعه، فغضب لأجل هذا وقال: لئن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن أحدهم. نذر إن رزقه الله 10 من الولد ليذبحن أحدهم، فرزقه الله تبارك وتعالى أولئك الأولاد، فأراد أن يوفي بنذره فعمل قرعة، فوقعت القرعة على ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد ذبحه قامت إليه قريش ومنعته، فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه بأن يأتي العرافة فيسألها، فجاءها فسألها، فأمرته أن يقرع بين ولده عبد الله وعشر من الإبل، فقرع فوقعت القرعة على عبد الله، فقالت له: زد 10.
فزاد 10 من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله فقال زد 10، وهكذا كلما زاد 10 من الإبل كانت تقع القرعة على ولده عبد الله حتى بلغت الإبل 100، فعمل القرعة فوقعت القرعة على الإبل. عند ذلك قام عبد المطلب فنحر الإبل ثم تركها لا يرد عنها أحد من البشر أو السباع. وكانت الدية عند العرب في ذلك الوقت 10 من الإبل، وكانت الدية عند العرب 10 من الإبل، فبعد هذه الحادثة صارت الدية عند العرب 100 من الإبل، والإسلام أقرها. فالدية الآن في دين الله تبارك وتعالى 100 من الإبل. وفي يوم الاثنين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ولد سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول على المشهور، امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وذلك بعد حادثة الفيل بأشهر، وذلك في مكة المكرمة. وكانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه ولادة معتادة، لم يتمكن المؤرخون كما يذكر أهل العلم من تحديد يوم مولده وشهره على وجه الدقة. أما يوم المولد من أيام الأسبوع فهو يوم الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أي اثنين الله أعلم، قيل في التاسع من ربيع الأول، وقيل في الثاني عشر، وقيل غير ذلك، وقيل في رمضان، ولكن المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول. وأغلب الآراء كما قلنا على أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، ولكن تحديد يوم ميلاده صلوات الله وسلامه عليه لا يرتبط فيه شيء من الناحية الشرعية. وأما ما يقوم به كثير من الناس في كثير من بلاد المسلمين من الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمل غير صالح، وذلك لأمور منها: أولا، إنه لا يعرف يوم مولده على الدقة صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده في حياته أبدا، مع أنه عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، لم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعون وغيرهم من العلماء بيوم مولده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم رابعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، مع أنه قال: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به. فما لم يأمرنا به صلوات الله وسلامه عليه من الأمور الشرعية فليس بخير، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته، أول ما أرضعته ثويبة، وهي مولاة عمه أبي لهب، هي أول من أرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت ثويبة هذه قد أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، ولذلك حمزة رضي الله عنه يكون أخا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، أمهما جميعا ثويبة مولاة أبي لهب. ولم يدم هذا الأمر طويلا، وذلك أنه كان من عادة العرب أنهم يلتمسون المراضع لأولادهم، أي المرضعات، فكان العرب يحبون أن تأتي المرضعة من خارج مكة فتأخذ الوليد فترضعه لمدة سنتين ثم تفطمه وتعيده إلى أمه. ونترك حليمة
السعدية تذكر لنا قصتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول حليمة السعدية: إنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. شهباء يعني ما في زرع ولا ماء. نعم. قالت: فخرجت على أثان لي قمراء. الأثان هو الحمار، قمراء يعني بيضاء. تقول: معنا شارف لنا، والشارف هي الناقة. تقول: والله ما تبض بقطرة، يعني ما فيها حليب أبدا، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، والله ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. تقول: فخرجت على أثاني تلك، فلقد حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وذلك إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروفة من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. تقول: فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق يعني عزمنا على الرجوع، قلت لصاحبي أي زوجها، قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. سبحان الله. هذه المسكينة حليمة السعدية لا تدري أن الخير والبركة كلها عند هذا اليتيم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد تقول: فرجعت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قال: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه أي ولدها حتى روي، ثم نام. تقول: وما كنا ننام معه قبل ذلك من بكاء الولد. تقول: وقام زوجي إلى شارفنا تلك أي الناقة، فإذا هي حافل أي مملوءة اللبن، ضرعها مملوء لبنا. تقول: فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. تقول: فقال لي صاحبي أي زوجها، يعني زوجها حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قال: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، حملت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، أي سبقتهم في المسير، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، يعني لا تسرعين انتظرينا، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني قاحلة ليس فيها زرع ولا ماء. تقول: فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بها معنا شباعا لبنا، يعني الغنم تخرج ثم ترجع فإذا هي شبعانة وفيها لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، لأن الأرض جدباء. تقول: ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم:
ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذئب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، أي فطمت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا ظاهرا. قالت: فقدمنا به على أمه، لأن بينهم وبين أمه وعد بعد سنتين يعيدان إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا. في البداية ما تريده، الآن تريده صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. هي ما تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم تخشى عليه وباء مكة، ولكن تريد أنها رأت الخير كله عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تخشى عليه الوباء ولكنها تريده لما رأت من الخير عند مجيئه صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فما زلت بها حتى ردته معنا. وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة من عمره أو الخامسة وقع حادث غريب عجيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله أي القلب في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. إنهم رأوا الملك جاء إليه وشق صدره وأخرج قلبه قتل. فخرجت حليمة مع زوجها ينظرون إلى مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قائما صلوات الله، ولكنه منتقع اللون، لأن هذا الأمر غريب بالنسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عند ذلك خافت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، وبقي عند أمه إلى أن بلغ السادسة من عمره. وذلك أنه لما بلغ السادسة من عمره خرجت أمه به لتزور قبر والده، ونسيت أن أنبه أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في بطن أمه، لم ير والده قط، وإنما ولد يتيما صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في الطريق من الشام إلى المدينة إلى مكة، فمات هناك ودفن. في السنة السادسة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه لتزور قبر أبيه، فزارت قبر أبيه، وكان معها في سفرها هذا جده عبد المطلب، وكذلك خادمتها أم أيمن. فبعد أن زارت قبر والده ورجعت إلى مكة، وهما في الطريق إلى مكة ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه في مكان بين مكة والمدينة يقال له الأبواء. فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبي، صار صلوات الله وسلامه عليه في السادسة من عمره يتيم الأبي والأم
صلى الله عليه وآله وسلم، فكفله جده ورباه، ولكن أيضا ما تمت السنتان حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 8 من عمره فمات جده عبد المطلب. عند ذلك احتضنه عمه أبو طالب ورباه بعد ذلك حتى بلغ سن الرجال صلوات الله وسلامه عليه. وقد قام أبو طالب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام، وكان ربما قدمه على ولده. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في التجارة، ووقعت له هناك حادثة غريبة، وهذه الحادثة تتمثل في أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج به إلى الشام مر على راهب يقال له بحيرة في مكان يقال له بصرة. فهذا الراهب اسمه جرجيس، لما نزل به أبو طالب ومن معه أكرم ضيافتهم ثم قال: من معكم؟ قالوا: نحن. قال: ما معكم أحد آخر؟ قالوا: معنا صبي عند متاعنا. قال: ائتوني به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بحيرة الراهب نظر في وجهه، وكان يعرف أن هذا الوقت وقت خروج نبي، ثم بحث فوجد خاتم النبوة. وخاتم النبوة هذا عبارة عن ورمة في كتف النبي من خلف صلوات الله وسلامه عليه بقدر البيضة. يقول بحيرة لأبي طالب: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر بذلك، أي ساجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسجد هذه إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، إنا وجدناه في كتبنا. فرآه فوجده كذلك، فقال لأبي طالب: ارجع به فإني أخاف عليه اليهود، أي في الشام. فرجع به إلى مكة، وحضر صلوات الله وسلامه عليه خلف الفضول، وذلك حين بلغ 15 من عمره. وهذا الحلف تداعت إليه بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي، وذلك لسنه وشرفه، وتعاقدوا على ألا يجدوا مظلوما بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم إلا نصروه وأخذوا له حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: حضرت حلف الفضول ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء التي تشتاق إليها نفوس العرب وتحبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يرعى الغنم، وذلك مقابل قراريط، أي أموال قليلة لأهل مكة. عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، مكان قريب من مكة، يقول: ونحن نجني الكباس، كباس ثمر الأراك اللي هو السواك. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. هذه الأشياء لا يعرفها إلا رعاة الغنم. قال: كأنك رعيت الغنم. قال: نعم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال أهل العلم: لعل الحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها،
على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتها أي الغنم ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ودفع عدوها عنها ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر. وبعد رعي الغنم اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، ولما بلغ خديجة ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق والأمانة بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام. وخديجة هي بنت هويلد من أشراف قومها من بني مخزوم من قريش طبعا، فطلبت من النبي أن يخرج بمال لها إلى الشام مع غلام لها يقال له ميسرة، فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج بمالها وتاجر لها. ولما رجع إلى مكة أخبرها ميسرة بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه وحسن تعامله وما كانت من بركة وقعت له صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا جعلها تعجب به، فتحدث عن إعجابها به مع صديقاتها. وكان ممن تحدثت معها به صديقة لها يقال لها نفيسة، فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة، فقبل صلوات الله وسلامه عليه وذهب مع أعمامه إلى عم خديجة وتم الزواج. وكانت سنها على المشهور 40 سنة، وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم 25. وقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا، ورزقه الله تبارك وتعالى منها الولد، فولدت له عبد الله والقاسم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره وقع أمر مهم، وهو أن قريشا قررت إعادة بناء الكعبة، وذلك أن الكعبة قد تساقطت بعض حجارتها، وكان قد جاءها سيل شديد أثر في بنيانها كثيرا، واختلفوا هل يرممون البيت أو يهدمونه ويبنونه من جديد، فمن قائل يهدم ويبنى من جديد، ومن قائل بل يرمم، وذلك أنهم خشوا إذا هدموا البيت أن يصابوا بأذى، وذلك أن أمر أبرهة قريب جدا، وكثير منهم قد يعني عاصروا وقت أبرهة وعرفوا ونظروا ما وقع لأبرهة وجيشه حين أرادوا ذلك البيت المقدس عند الله تبارك وتعالى. فقام الوليد بن المغيرة وقال والله لنهدمنه ولنبنينه من جديد، فقالوا إنا نخاف أن نصاب بأذى، فقال وأي أذى وأنتم إنما أردتم الخير، قالوا فابدأ أنت، قال نعم. فجاء الوليد إلى الكعبة ورفع الفأس وقال اللهم لن ترع، يعني لا تخاف يا رب، لا تخف يا رب، لا نريد إيذاءك وإنما نريد الخير. وهذا لا شك يدل على جهلهم بالله تبارك وتعالى.